السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سام صادق. أمس قناة تعرف طريقة عرض شريط القوائم أو شريط المنيو بار المتواجد في برنامج الـ Virtual Box VM Virtual Machine، نظام التقليدي أو النظام الوهمي. هذا الشريط متواجد في العادة. ندخل إلى برنامج Virtual Box، نذهب إلى النظام المحدد وثم ننظر إليه بكليك أيمن وثم Setting أي الإعدادات وثم User Interface أو واجهة المستخدم، ثم موضع نقطة صح هنا. وإذا نصل من التحكم في بعض الإعدادات وأيضا السطوات أي شريط الحذاء وبعض التأكد، وبعد عرضهم جميعا نقوم بالنقر على OK والتأكد كما تشاهدون الآن. قام بعرضها جميعا. وهذا فيديو اليوم، نتمنى لكم الاستفادة من هذا الفيديو.